بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم الجميل جدا في مدينة تطوان، القاعة المغطاة الرياضية الطيب البقالي، ومباراة فريقي طلبة تطوان ونادي الجيش الملكي. الفريق المتصدر بثلاثين نقطة بفارق ثمان نقاط عن أقرب مطارديه حسنية جرسيف. هذا الفريق الذي خطف الأضواء على مستوى مجموعة الشمال، المولودية الوجدية تحت المركز الثالث، بينما الطلبة مفروض عليها اليوم أن تحقق الانتصار. مهمة صعبة ولكن ليست بالمستحيلة في عالم كرة اليد. نبدأ بتشكيلة فريقين، فريق الضيف الجيش الملكي، أمين محمد بن طالب رقم 8، هشام الحكيمي رقم 7، إسماعيل العلمي رقم 18، زهير الشنيح رقم 13، عصام الحراث رقم 17، إبراهيم النهار رقم 21، عزيز أيت أعراب رقم 5، محمد مفلح رقم 4، محمد الزهير رقم 9، محمد ميري رقم 15، أيوب ميرو رقم 6، المهدي أقصى رقم 10، ولحسن لمخنطر رقم 3. إذن بالنسبة للمدرب محمد بن راجع وحراس الفريقي الجيش الملكي أنور عبد الرحيم رقم 16، الكريم شكوك، ومحمد أهروك رقم 12. إذن يبقى محمد بن راجع أحد أفضل مدربي مجموعة الشمال، فريقه يتصدر الدوري. بالنسبة لتشكيلة نادي طلبة تطوان الفريق المحلي، هناك حذيفة العاقل رقم 1، محمد العساوي رقم 16، رضوان فارس رقم 66، بلال باي باي رقم 88، محمد خربش رقم 7، محمد البياري رقم 6، عماد أولاد سلامة رقم 90، سفيان حران رقم 13، سفيان الشيخ رقم 17، حمزة باي باي رقم 96، محمد أبا جتور رقم 14، عادل أولاد سالم رقم 44، نادر الغمري رقم 20، إسماعيل يخلف رقم 33. هذا اللاعب يلعب بشكل جيد. أيمن شهلة رقم 89 وهو لاعب تونسي، ومرتدي نور الدين رقم 10، المدرب يحيى جلال، المساعد خالد أمهاوش، والمساعد الثاني عبد الواحد بن عبد العزيز. فريق طلبة تطوان، ممثل تطوان، ممثل شمال المملكة المغربية، كل أنظار في مدينة تطوان على هذه المباراة، على ممثل مدينة تطوان، مدينة الحمامة البيضاء، طلبة الذي يلعب في هذا اللقاء. لكن بعد ذلك كل الأنظار على مباراة المغرب ومنتخب مصر. بالتوفيق لأسود الأطلس إن شاء الله الانتصار والمرور إلى الدور النصف النهائي، وإن شاء الله الفوز على منتخب بوركينا فاسو في النصف النهائي بهدفين مقابل صفر، والفوز على غانا أو على الكاميرون في المباراة النهائية إن شاء الله بهدف مقابل صفر، والتتويج باللقب الأفريقي بعد لقب إثيوبيا عام 76. والله قلوبنا مع المنتخب المغربي، وإن شاء الله النصر والفوز اليوم إن شاء الله. إذا طلبة تطوان تنتظره مباراة صعبة أمام نادي الجيش الملكي، والتوفيق للفريقين في هذا اللقاء بالنسبة للطلبة ونادي الجيش. نادي الجيش الملكي وقع على مباريات جيدة، مستوى الفريق جيد، الفريق يتوفر على لاعبين الشباب. نادي الجيش الملكي تجربة المدرب واللاعب السابق للمنتخب المغربي محمد بن راجع على الصورة، دون شك خدمة لاعبي فريق الجيش الملكي بالنسبة لهم، هو لاعب سابق ومدربهم، ودائما ما يمنحهم شحنة معنوية كبيرة باعتباره كان لاعبا سابقا في الدوري المغربي لكرة اليد الذي احترف في فرنسا، جانب من الجمهور الذي يحضر هذا اللقاء ويتابع هذه المباراة من القاعة المغطاة الرياضية الطيب البقالي في مدينة تطوان. الطلبة أمام الجيش الملكي في مباراة وامتحان صعب، فهل سيتفوق فريق الطلبة على نادي الجيش الملكي؟ الإجابة بعد نهاية المباراة إن شاء الله بحول الله تعالى. وحكام هذا اللقاء حكام الوسط بوشعيب الناس ورشيد بن فقير، حكام الطاولة محمد المرحوم ومحمد الرحماني، مندوب المباراة عبد الله قنديل. إذن هنا تحية ما بين لاعبي الفريقين،
دائما روح رياضية عالية تطبع مباريات كرة اليد. تصافح بالأيادي قبل ضربة البداية، ومن ثم الدخول في الصراع على من سوف يسجل أهداف بشكل كبير ومن سوف يسيطر على أجواء المباراة. بالتوفيق لكلا الفريقين، بالتوفيق لكل لاعبي الفريقين في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام. ونحن على الهواء مباشرة عبر القناة الرياضية ناقلة للدوري المغربي لكرة اليد ولكأس العرش، كذلك متابعة لأبرز أحداث الأفريقية والعربية التي أقيمت في المملكة المغربية. البطولة الأفريقية التي تمكن من خلالها نادي وداد سمارة بالظهور بشكل جيد، كذلك ظهر بشكل جيد نادي وداد سمارة في البطولة العربية الأندية البطلة بشكل جيد. كل التوفيق لكرة اليد الوطنية بحول الله تعالى. اللحظات تنطلق المباراة مشاهدينا الكرام. اللحظات تنطلق المباراة ما بين فريقي طلبة تطوان ونادي الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي يأمل في الوصول إلى البلاي أوف، وبإمكانه أن يسجل الانتصار على أي فريق في الدوري المغربي من الفرق قوية في هذه المجموعة المدير وجدية. ولكن يبقى نادي حاصل التجارسيف من الفرق القوية جدا في هذا الدوري إلى جانب المتصدر الجيش الملكي. إذن ننتظر ضربة البداية. أمين محمد بن طالب إلى جانب هشام الحكيمي. وقع على مباراة جيدة عندما لعب فريق الجيش الملكي أمام نادي اتحاد طنجة هناك في مدينة طنجة في مرحلة الذهاب. هذه المباراة تدخل في إطار الأسبوع 12، الأسبوع 3 في مرحلة الإياب. 9 جولات في مرحلة الذهاب، 9 جولات في مرحلة الإياب، 18 مباراة في المرحلة العادية قبل الدخول إلى البلاي أوف، إلى مباريات البحث عن مكان في المربع الذهبي بملا في الفاينل الكبير في النهائي الذي يحلم به أي فريق سواء على مستوى الدوري أو على مستوى الكأس. ضربة البداية مصلحة أصحاب الأرض والجمهور. كرة لمصلحة أصدقاء اللاعب محمد خرباش، ملعوبة الكرة من عادل أولاد سالم. تصل كرة لاعب رقم 9 وهو لاعب هلال. كرة مع أصدقاء اللاعب محمد خرباش. رقم 88 هو لاعب هلال باي باي، لاعب المنتخب المغربي. كرة لنادي الطلبة حول التصويب، خطأ هناك 9 أمتار. يقول الحكم السيد بن فقير، رشيد بن فقير. شعب النصوى رشيد بن فقير حكام هذه المباراة. كرة لأصدقاء اللاعب محمد البياري، محاولة غير ناجحة بالمرة، تصدي من الحارس عبد الرحيم أنور. عبد الرحيم يتصدى الكرة، والكرة لأصدقاء اللاعب محمد مفلح. كرة مع اللاعب رقم 10 المهدي أكسار. المهدي أكسار يمرر الكرة إلى زميله لاعب رقم 7 لاعب هشام الحكيمي. هشام الحكيمي كرة زملاء اللاعب امين محمد بن طالب. كرة مع بن طالب اللاعب المحوري يمرر الكرة إلى محمد الزهير.
فرصة لمحمد الزهير، محمد الزهير الذي اختير كأفضل لاعبي الفريق في مباريات عديدة. هنا التصويبة تمر كرة جانبية في أول فرصة للفريق الضيف القادم من الرباط، ضاع فرصة على فريق الجيش الملكي. استمر التعادل في هذا اللقاء 0-0 ما بين الفريقين الطلبة ونادي الجيش. كرة مع نادي طلبة تطوان، كرة مع نادي الفريق التطواني. ببطء شديد عملية تحضير الهجمة وعملية ترتيب الأوراق من أجل تصويب الكرة إلى أمام. حاول التصويب والخطأ لدى اللاعب بن طالب، 9 أمتار. مباراة النرويج وفرنسا نهائي كأس العالم، مباراة كذلك قوية. هنا التصويبة تمر كرة جانبية، دخول إلى المنطقة. يقول رشيد حكم هذا اللقاء حكم الساحة، كرة لمصلحة الجيش الملكي. تعادل يطبع بداية أحداث الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، هل تخلق المفاجأة طلبة تطوان تفوز على الجيش الملكي باعتبار أن المهتمين بالقاد في كرة اليد الوطنية يعتبرون أن الجيش الملكي على مستوى التركيب البشرية هو مهيئ للفوز في هذا اللقاء في هذه المباراة، رغم أنه يلعب على ميدان فريق طلبة تطوان. فريق الجيش الملكي حاول تسجيل الهدف الأول له، كرة مع محمد الزهير يتقدم ودخول المنطقة. يقول رشيد بن فقير، خطأ لمصلحة نادي طلبة تطوان. كرة مع أصدقاء اللاعب حماد أولاد سلامة وسفيان الحران. سفيان الشيخ يحمل رقم 17 في نادي طلبة تطوان. فريق تطوان يلعب بأقمصة حمراء، ونادي الجيش الملكي بأقمصة الاعتيادية، أقمصة سوداء مخططة بالأخضر والأحمر. كرة لمصلحة الطلبة. فريق تطواني عملية تحضير هجمة بشكل بطيء جدا، وتصويبة قوية وتصدي ممتاز من الحارس أنور عبد الرحيم لتظل النتيجة على حالها 0-0. بن طالب مر الكرة وخطأ موجود، كل حكم بوشعيب النص، خطأ لمصلحة نادي الجيش الملكي. مرت ثواني ومرت دقائق، لا زال الفريقان يبحثان عن أول هدف لهما في هذا اللقاء. يأتي الهدف لكنه آت دون شك، آت لا محالة لأحد الفريقين. قادم الثواني مع نادي الجيش الملكي. بن طالب كرة ممتازة وتصويبة، تصدي ممتاز للحارس التتواني، تصويبة قوية جدا من قبل اللاعب الأحسن المخنتر، ولكن الحارس تطوان يسد الكرة، صدها بشكل ممتاز الحارس رقم 16 محمد العيساوي، يسد كرة ممتازة. حارسان يحملان رقم 16 أنور عبد الرحيم حارس الجيش الملكي وحارس نادي طلبة تطوان محمد العيساوي. كرة تطوانية والتعادل 0-0 بعد مضي أكثر من 5 دقائق. مشاهدينا الكرام، في واحدة من اللحظات الغير منتظرة أن نشاهد المرمى لم تهتز، وهنا هدف يضيع من قبل لاعب رقم 44. نعم، عادل أولاد سالم يضيع بشكل غريب جدا، ينفرد بالحرس وجه لوجه فيس تو فيس، ولكن لم ينجح في إيداع الكرة في شباك الجيش الملكي، وفرصة أخرى لنادي طلبة تطوان. عملية تحضير الهجمة تكون بشكل سريع في عالم كرة اليد، لكن في هذه المباراة حتى هذه اللحظة لا الطلبة ولا نادي الجيش الملكي التحضير بشكل سريع غير موجود. وهنا الفرصة من بن طالب وهنا محاولة تصويبة وهدف أول يسجله محمد الزهير. لا يسجله الأحسن المخنتر، نعم الأحسن المخنتر يمنح فريق ضيف الهدف الأول في هذه المباراة، 1-0 بعد مضي أكثر من 6 دقائق. هدف أول يأتي بعد مضي أكثر من 6 دقائق، 1-0 فريق الضيف. الطلبة لا شيء، الجيش الملكي 1.
طلبة تطوان 0 الجيش الملكي 1. هنا الكرة يا أصدقاء اللاعب نادر الغمري حاول التصويب، التصويب يجب أن يكون تصويبا مؤثرا. هنا التصويبة وهدف ثاني للجيش الملكي عبر اللاعب بن طلب. بن طلب ليبقى لثوان قليلة واجهة لواجهة مع الحارس محمد العساوي. سيده هنا ينفرد بالحارس وسدد بشكل قوي جدا، اعتماد على الساعد الأيمن وتصويب الكرة بشكل دقيق جدا ومركز، لم يترك ولا فرصة ولا حد لحارس مرمى نادي طلبة تطوان محمد العساوي. 2-0 خطأ 9 أمتار لمصلحة الطلبة. الطلبة يستوجب عليهم توقيع هدف الأول في أسرع الأوقات. هنا الكرة تطوانية، محاولة من أصدقاء اللاعب نادر الغمري وأيمن شهلة اللاعب التونسي رقم 89 رقم 96 هو حمزة باي باي آخر اللاعب بلال باي باي. فرصة ضائعة، أنور عبد الرحيم يلقى بين أفضل حراس الدوري المغربي وهنا خطأ والكرة تلعب بشكل سريع جدا ولكن التصويبة غير محكمة من قبل لاعب رقم 88 بلال باي باي. كاد يخدع الحارس أنور عبد الرحيم ويمنح فريقه الهدف الأول، لكن لم يأتي الهدف الأول لنادي الطلبة ولم يأتي الهدف الثالث في هذه المباراة. مشاهدينا الكرام أحبة الكرام، الوقت يمر وكل المغاربة دون شك يتهيئون لموعد الأسود المغرب ومصر. بالتوفيق لكم يا أسود الأطلس أسود المغرب. هنا الفرصة للتسجيل، للتسجيل تسديدة ممتاز الحارس أنور عبد الرحيم يسد الكرة بشكل بارع يمنع فريق الطلبة من تسجيل الهدف الأول. فرصة ضاعت من خلال لاعب عادل أولاد سالم. أنور عبد الرحيم حارس مرمى الجيش الملكي، تصديات حراس مرمى كرة اليد بنسبة تصل إلى 70% تساعد الفرق تساعد المنتخبات. هنا التصويبة من الزهير ولكن تسديدة لامست القائم الأيسر ولكن لم تهز شباك فريق طلبة تطوان. تظل النتيجة على حالها، هدفان لصفر للفريق الضيف القادم من الرباط والذي يلعب كفريقا ضيفا على الطلبة اليوم. طلبة تطوان مطالبة بأن تصحح أوراقها وأن تصحح دفاعها وتعتمد على الهجمات السريعة وعدم السقوط في اللعب السلبي وعدم تسويب الكرة بشكل سريع جدا في اتجاه مرمى الجيش الملكي. إذن المقابل صفر. وشعيب الناس يطلب من المدرب أظن مغادرة القاعة ولكن ما زال متواجدا في مقعد فريق طلبة تطوان. كرة لمصلحة طلبة تطوان فانتظارا مشاهدة إن شاء الله بحول الله تعالى فريقا لكرة اليد لنادي المغرب التطواني وفريقا لكرة السلة البلا وكرة الطائرة يلعب في فرق تلعب في الدوري المغربي الأول لكرة اليد ولكرة الطائرة ولكرة السلة على بعد 19 دقيقة على نهاية أحداث الشوط الأول. نزل التفوق فريق الضيف الجيش الملكي بهدفين مقابل صفر. حاول التصويب لاعب الطلبة يجدون صعوبة كبيرة. جدار إسمنتي مسلح من طرف مدافع نادي الجيش الملكي يمنع لاعب الطلبة من تسديد الكرة بالاعتماد على عملية رفع الأيادي و التكتل الدفاعي. هنا الكرة مع بن طالب، بن طالب ولكن خطأ مشي يقول رشيد بن فقير حكم الساحة حكم الوسط يساعده وشعيب النص.
حكمان يتفاهمان كثيرا ويشكلان ثنائيا ناجحا في التحكيم المغربي، بل شارك في البطولة العربية للأندية البطلة والأندية الفائزة بالكأس، وشارك الثنائي مشعب النصر وكذلك راشد بن فقير في البطولة العربية للمنتخبات، شارك كذلك في كأس أفريقيا الأندية الفائزة بالدوري وكأس أفريقيا هي الفائزة بالكأس. وهنا التصوير وهدف أول بشكل ممتاز، يأتي الهدف عبر اللاعب رقم 90 عماد أولاد سلامة، الضرب مقابل واحد لمصلحة الجيش الملكي، وهنا هدف يأتي لنادي الجيش الملكي، تصويبة قوية جدا، تصويبة من لاعب رقم 5 عزيز أيت أعراب، 3-1. الرد كان قويا من فريق الجيش الملكي ومن هجوم الفريق القادم من الرباط، الرد كان قويا بتسجيل الهدف الثالث. هنا تصويبة أخرى لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ما زالت الكرة في حوزة لاعبي نادي طلبة تطوان. عميد نادي الجيش الملكي هو زهير شميح، وهنا هدف ثاني لمصلحة طلبة تطوان، هدف ثاني لمصلحة طلبة تطوان، لا مقابل 3. هجمة سريعة الآن، حاول تصويب وتصويبة وهدف التعادل، هدف التعادل من أيمن شهلة التونسي، أيمن شهلة التونسي تحرك في الثواني الماضية وسجل الفريق هدفا مهما، هدف التعادل أيمن شهلة اللاعب التونسي، اللاعبين الأجانب في الدوري المغربي. كرة اليد بن طالب مع الزهير، الزهير حاول التصويب خطأ، نبدأ مرحلة أفضلية، حاول التصويب تصويب ولكن خطأ لمصلحة نادي الجيش الملكي، ومنطقة صفراء على اللاعب رقم 88 بلال باي باي، خطأ لمصلحة اللاعب رقم 7 هشام الحكيمي، شاهد هنا العرقلة موجودة، نعم والخطأ موجود، بالتالي هناك 9 أمتار خطأ لمصلحة الفريق الضيف الجيش الملكي. بن طالب إلى زهير، الزهير يسدد وتمر كرة جانبية، محدود دفاع نادي الطلبة أنه لم يسدد بشكل مؤطر لاعب الزهير لكي يسجل ثاني في المباراة، والهدف الرابع لفريقه، نتيجة الآن 3-3، من 1-3 إلى 3-3 التعادل، أي في هجمتين سلبيتين الفريق الضيف الجيش الملكي و فريق الطلبة، هجمتان ناجحتان وتصويبة هنا ولكنها ضاعت، خطأ موجود، خطأ فريق الطلبة، فريق الطلبة حاول تسجيل الهدف الرابع، هنا خطأ آخر، عملية السقوط في الهجوم السلبي وعدم تسديد الكرة باتجاه المرمى، خلال 6 أهداف شاهدناها في هذه المباراة في ربع ساعة أول، انتهى الربع الأول في هذه المباراة، هناك 4 أرباع في هذه المباراة، الربع الأول 15 دقيقة، الربع الثاني 15 دقيقة، والربع الثالث في الشوط الثاني، والربع الرابع الأخير في الشوط الثاني كذلك. حول التصويب من شهلة خطأ، استوجب على لاعب الطلبة تصويب الكرة في اتجاه مرمى الجيش الملكي، وإلا فالكرة سوف تصبح في حوزة فريق الجيش الملكي، خطأ من جديد، كرة لنادي الطلبة، خطأ آخر هذه المرة للاعب رقم 7 محمد خباش،
لاعب رقم 96 هو اللاعب حمزة باي باي الشهلة وسدد وهجوم سلبي نادي طلبة تطوان هجمة سريعة جيش ملكي محاولة تصويب كرة على الرقم 10 المهدي القصار القصار إلى الزهيري الزهيري رقم 9 محمد الزهير رقم 9 بن طالب بن طالب إلى الزهير الزهير إلى بن طالب من جديد كل الأصدقاء لاعب القصار الجيش حاول تنظيم الهجمة بشكل سريع بشكل مركز حاول التصويب تصويبة من بن طالب ولكن ضاعت ولكن قبلها هناك صافرة حكم وشعيب الناس خطأ أمتار فريق الضيف بن طالب القصار القصار خطأ ضد اللاعب القصار خطأ في التقدم بالكرة التعادل 3-3 بين الفريقين على بعد 12 دقيقة وتقريبا 30 ثانية هل باستطاعة فريق الطلبة أن يخرج فائزا ومتقدما في النتيجة في نهاية الشوط الأول هذا ما سنتعرف عليه عند نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول مشاهدي الكرام أينما كنتم أينما تواجدتم تحية عطرة لكم مشاهدينا الكرام مصوبة قوية لكنها هدف لم يحتسب هدف لم يحتسب بداعي وجود هناك خطأ رمية جزائية لمصلحة نادي طلبة تطوان رمية جزائية لمصلحة طلبة تطوان أيمن شهلة يسدد ويسجل هدف نتيجة الآن 4-3 محاولة القصار القصار من طالب لا وجود خطأ كرة مع نادي الطلبة شهلة شهلة يمر الكرة إلى زميله بلال باي باي كرة مع نادي الطلبة تطوان التقدم لأول مرة في المباراة في مصلحة طلبة تطوان لأنه في بداية المباراة سجل جيش ملك الهدف الأول بعد ذلك الهدف الثاني ثم جاء الهدف الأول للطلبة ثم 3-1 لفريق الجيش ثم 3-2 ثم 3-3 أي من 1-3 إلى 4-3 أي سجل فريق طلبة تطوان 3 أهداف من خلال 3 هجمات بينما فشل نادي جيش ملكي تسجيل هدف خلال 3 هجمات له كانت الهجمات كثيرة لكلا الفريقين لكن تحدث عن الواقعية واقعية تسجيل الأهداف من خلال الهجمة المتاحة نجح فريق خلال 3 فرص لتسجيل 3 أهداف اتيحت له فرص كثيرة ولكن 3 فرص وقع من خلالها 3 أهداف نادي طلبة تطوان تقدم في النتيجة لأول مرة في هذا اللقاء في شوط المباراة الأول 4-3 محمد مرحوم كم طاولة محمد الرحماني بمباراة عبد الله قنديل يأتي الهدف الخامس لمصلحة طلبة تطوان 5-3 تغيرت المباراة بشكل غريب جدا سوبة كانت قوية هدف غير محتسب 5-3 كرة لنادي الجيش الملكي ماذا حصل الدفاع نادي الجيش الملكي 4 أهداف في مرماه من 1-3 إلى 5-3 هنا الوقت المستقطع تايم أوت
يطلب الفريق الضيف نادي الجيش الملكي، يطلب المدرب سيد محمد بن راجع، لأن فريقه تراجع في الأداء، تراجع في النتيجة من 3-1 لمصلحة الجيش الملكي إلى 5-3 لمصلحة نادي طلبة تطوان. فتور في أداء الفريق وفتور في طريقة اللعب، وبالتالي استفاد من تلك الأخطاء الدفاعية والهفوات الدفاعية هجوم نادي طلبة تطوان، وسجل 4 أهداف لكي تقدم في النتيجة بفارق 2-5 مقابل 3. هل باستطاعة فريق طلبة تطوان الحفاظ على تفوقه وتقدمه في النتيجة؟ هل باستطاعته أن يزيد من فارق الأهداف في هذا اللقاء بينه وبين الجيش الملكي؟ كلها أسئلة، لكن الإجابة عليها ستكون بعد نهاية الشوط الأول. كل سؤال له جواب وكل مشكلة لها حل، ودون شك سيجد الحل المدرب محمد بن راجع لكي يرتب أوراق فريقه للعودة من جديد إلى تحقيق التعادل والتقدم من جديد في النتيجة. هو تحدي لفريق طلبة تطوان، مباراة تحدي، يلعب ضد المتصدر، أن تلعب ضد المتصدر فهي مسألة غير سهلة، هي مسألة صعبة جدا، ولكن لا مستحيلة في هزم المتصدر. هنا هدف يسجله فريق الجيش الملكي، تسديدة قوية من لاعب رقم 8 بن طالب، 5-4 على بعد 8 دقائق مشاهدينا وبضع ثوان. كرة لمصلحة نادي الطلبة، طلبة تطوان، فارق هدف في هذه المباراة. هنا تحضير الهجمة بشكل بطيء جدا من جديد، سرعة في الأداء مهمة جدا، وهنا محاولة لتصويب وخطأ لأصدقاء اللاعب أيمن شهلة، اللاعب التونسي، اللاعب الأجنبي في هذه المباراة. هنا تصويب وهدف جميل، هدف يسجله نادي طلبة تطوان، هدف سادس لنادي الطلبة، 6-4، 6-4 على بعد 7 دقائق. التصويب، تصويبة قوية، محمد زهير صد الحارس متألق، محمد عساوي، 6-4 لنادي طلبة تطوان. سبع دقائق لنهاية الشوط الأول، وقت يمر، قد تصعب المهمة على نادي طلبة تطوان إذا ما رجع في النتيجة. فريق الضيف نادي الجيش الملكي، هنا خطأ في التمرير، تسرع من قبل لاعب نادي طلبة تطوان، أقصار من الكرة حول التصويب، وتصويبة بطريقة ممتازة يسجل هدف اللاعب إسماعيل العلمي. لعبة مشتركة بين العلمي وأقصار، بالإضافة إلى اللاعب هشام الحكيمي، أقصار إلى حكيمي، مرر الكرة الجهة اليمنى ثم مررها إلى اللاعب المتقدم في اتجاه المرمى التطوانية، وسجل الهدف بشكل ممتاز بعملية رفع الكرة على الحارس، عملية اللوب. 6-5 على بعد ثوان، ليست بالقليلة، ثوان كثيرة. نعم، 1 ثانية مهمة في كرة اليد وحال كرة السلة، حاول التصويب قبل لاعب رقم 7 محمد خرباش، 6-5، تصويبة قوية، صد الحارس أنور عبد الرحيم، كرة إلى لاعب بن طالب، إلى القصار، القصار مر الكرة، الخطأ يحتسب للاعب
العلمي، إسماعيل العلمي بن طالب، محمد زهير، زهير إلى زميله عزيز أيت أعراب رقم 5، بن طالب من جديد إلى محمد زهير، بن طالب إلى زهير، عملية البحث عن الفجوة، تصويبة قوية من زهير، وهدف آخر لنادي جيش ملكي والتعادل 6-6. هذا الفريق متصدر، لا يأبه، لا يهتم لأنه يلعب خارج قواعده، بل دائما ما يبحث عن الانتصار، دائما ما يبحث عن النتيجة، النتيجة الطيبة، عن النتيجة الإيجابية خارج قواعده، بعيدا عن ملعبه، بعيدا عن القاعة التي يستقبل فيها في الرباط. كرة مع أصدقاء اللعب سفيان الحران، كرة اللعب أيمن شهلة، شهلة محاولة تصويب، تصويب ولكن خطأ يسبق التسديدة، خطأ لمصلحة نادي طلبة تطوان، لكن هناك تايم أوت، وقت مستقطع ثاني في المباراة. وقت مستقطع يطلبه مدرب نادي طلبة تطوان السيد يحيى جلال، يساعده خالد أمهاوش، والمساعد الثاني عبد الواحد بن عبد العزيز. في المركز الأخير تويرت 44 يوجد في المركز التاسع برصيد 15 نقطة وبرصيد 14 نقطة نادي اتحاد طنجة. هذا الفريق الذي كان يعد من الفرق قوية، شتان بين الأمس والحاضر، فرق كبير جدا، فارق في المستوى بين الفريق الذي كان يلعب من أجل التأهل إلى البلاي أوف وفريق يلعب من أجل تفادي النزول إلى الدرجة الثانية، أو لعب مباراة السد بلاي أوت من أجل تفادي النزول إلى الدرجة الثانية. نادي اتحاد طنجة من الفرق التي نود أن نراها في البلاي أوف، لما لا إن شاء الله. النادي المكناسي فريق له تاريخ وله عراقة كبيرة في كرة اليد الوطنية والمغربية، الكوكب غير مراكش يبقى من الفرق الكبيرة كذلك، نادي مدينة مراكش بلاد سمارة أصبح الفريق الذي يفوز بالألقاب في السنوات الأخيرة. كرة مع أقصار، 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 هل يمرر الكرة إلى بن طالب، بن طالب، بن طالب، حاول تسديد ولكن لك خطأ، 9 أمتار لمصلحة الفريق الرباطي. الفريق الرباطي يعتمد على السرعة في التصويب والسرعة في تهيئ الهجمة، محاولة سد الممرات الدفاعية والمناف الدفاعية بشكل جيد وبشكل ممتاز. كرة مع اللاعب رقم 7 هشام الحكيمي، خطأ لمصلحة نادي الجيش الملكي، خطأ لمصلحة اللاعب الحكيمي رقم 7 إسماعيل العلمي، إلى بن طالب، إلى الحكيمي، إلى محمد الزهير، بن طالب من جديد، اللاعب محوري، وسد الكرة ممتازة، يسد القاب الأيمن، لم تكن محدودا يا بن طالب، تسديدتك يسد القاب الأيمن، لتضع فرصة مواتية من أجل التقدم في النتيجة من جديد لمصلحة فريق الجيش الملكي. إيقاف لمدة دقيقتين لعب إسماعيل العلمي، لعب نادي الجيش الملكي. إيقاف لمدة دقيقتين للاعب نادي طلبة تطوان، لاعب حمزة باي باي. إذا إيقاف لمدة دقيقتين لكلا اللاعبين، اللاعب تطواني، اللاعب الرباطي. التعادل 6-6. التكافؤ يطبع هذه المباراة في النتيجة. كل فريق يلعب بأداء مختلف ولكن النتيجة متعادلة 6-6. حاول التصويب من أصدقاء لعب شهلة أيمن التونسي، إسماعيل يخلف، نشاهده كثيرا في هذه المباراة رقم 33 من الخطأ، لعب السلبي، كرة مع الحارس أنور عبد الرحيم، أنور عبد الرحيم
الكرة إلى هشام، هشام إلى أقصار، أقصار إلى بن طالب، بن طالب تميرة، أعراب، أعراب عزيز يعود من جديد، محمد الزهير، بن طالب، كرة مع نادي الجيش الملكي، بن طالب، بن طالب يقوم بعملية إدارة الكرة بشكل جيد، هنا التصويبة وهدف يسجله نادي الجيش الملكي عبر اللاعب الحكيمي، الهدف السابع لنادي الجيش الملكي وهو الهدف 13 في هذه المباراة. يتقدم من جديد فريق الضيف، الرباطي بسبعة مقابل ستة، على بعد دقيقة وبضع ثوان على نهاية أحداث الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، التوفيق للفريقين في الشوط الثاني زمن هذه المباراة. حاول التصويب وتصويبه، هدف يسجل لكن تسبيقه صفرة الحكم شعيب الناس، خطأ مصلحة نادي طلبة تطوان، الطلبة سيبحث عن هدف التعادل قبل ما تم الشوط الأول. حاول التصويب من جديد وخطأ، كرة مع أصدقاء اللعب سفيان الحران، خطأ مرة أخرى، تسعة أمتار، يجب أن ينفذ الخطأ من مكانه الصحيح وثابت. هجوم سلبي، سرعان ما يحصل فريق الجيش الملكي على الكرة في بعض الأحيان، دع الكرة من لاعب أقصار، خطأ لمصلحة الجيش الملكي، بن طالب، بن طالب تدع الكرة، محاولة تصويب، تصويبة قوية، والكرة تعتلي المرمى، لم يكن محدودا فريق الطلبة من أجل إيداع الكرة في شباك الحارس أنور عبد الرحيم، ولكن الحارس أنور عبد الرحيم الذي كان بعيدا عن الله حاول الوصول للكرة، ولكن كرة لحسن حظ فريق الجيش الملكي أنها لم تستقر في شباكه. هنا تصويبة من محمد زهير يصد الكرة للحارس محمد عيساوي، آخر ثواني الشوط الأول، محاولة تصويب وتمريرة خاطئة، ونهاية الوقت الأصلي لهذا اللقاء بتفوق مستحق لنادي الجيش الملكي بفارق هدف واحد. شاهدنا 13 هدفا، سبعة لنادي الجيش الملكي، ستة لنادي طلبة تطوان، طلبة تطوان اجتهد، ولكن نصيب التفوق في الشوط الأول كان من فريق الجيش الملكي. الجيش الملكي يخرج فائزا بفارق هدف واحد، سبعة مقابل ستة. كان معكم في تعليق الأحداث هذه المباراة في الشوط الأول، وحدثكم ووصفكم الرياضي زهير رامي، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، الشوط الأول انتهى بتقدم فريق الضيف الجيش الملكي أمام نادي طلبة تطوان بسبعة مقابل ستة. كل التوفيق للفريقين في الشوط الثاني. الجيش الملكي سيلعب من يسار إلى يمين الشاشة، ونادي طلبة تطوان من يمين إلى يسار الشاشة، بالتوفيق لكل لاعب الفريقين في الشوط الثاني. ماذا بإمكانه أن يفعل نادي الجيش الملكي؟ استوجب عليه أن يلعب بأداء أفضل وتفادي الأخطاء في الناحية الدفاعية وتهيئ الهجمة وتحضيرها بشكل سريع جدا وترتيب الأوراق الهجومية من أجل تسجيل أهداف أخرى في هذا اللقاء إذا ما أراد الخروج بالنصر وبالتفوق في نهاية أحداث هذه المباراة. مهمة الفريق المحلي لن تكون سهلة في الشوط الثاني، ستكون أصعب بكثير من الشوط الأول. نعرف على أن قوة فريق الجيش الملكي تكمن في توفر لاعبيه على لياقة بدنية قوية ومجهودات لاعبي نادي الجيش الملكي غالبا ما تتوج بأهداف كثيرة في الشوط الثاني.
الكرة لمصلحة أصدقاء اللعب القصار هشام الحكيمي. بن طالب، طالب إلى المخدر، بن طالب من جديد إلى حكيمي، حكيمي تقدم إسماعيل علمي، كرة عموم اللعب عزيز أنت عراب، حكيمي إسماعيل العلمي وهدف لنادي الجيش الملكي، والهدف الرابع عشر في هذه المباراة والثامن للجيش الملكي، لتصبح النتيجة 6-8، 6 للطلبة 8 للجيش الملكي. كرة مع أصدقاء اللعب سفيان الشيخ ومحمد أبشتور، رقم 88 بلال باي باي، عليها أن يقدم أداء جيدا في الجولة الثانية إذا ما أراد ناديه أن يحقق الفوز، قلت الفوز والتفوق في هذه المباراة. عذرا، انتهت مباراة غانا والكاميرون بفوز منتخب غانا بهدفين مقابل هدف. نادي طلبة تطوان، الهجمة الآن لفريق الجيش الملكي القصار، واحد من بين أفضل لاعبي نادي الجيش الملكي في هذه المباراة إلى جانب محمد الزهير، وتحركات ممتازة ورائعة من اللاعب المحوري بن طالب. هشام حكيمي يمر الكرة إلى بن طالب، بن طالب، هشام حكيمي أصبح اللاعب المحوري في نادي الجيش الملكي في هذه المباراة في هذه الأونة. بن طالب، بن طالب يسدد، يسد الكرة الحارس محمد العساوي، 8-6، هي الثواني الأولى للجولة الثانية مشاهدينا الكرام. أرحب بكم من جديد، كرة تطوانية من فريق الطلبة، محاولة تصويب، تصويبة قوية ممتازة رائعة وهدف جميل من قبل اللاعب التونسي أيمن شهلة، أيمن شهلة، وممكن أن نلقبه بأيمن الهدف. منتخب تونس من المنتخبات القوية إلى جانب منتخب مصر، شارك في البطولة العربية جانب منتخب أنغولا. توفيق للمنتخب المغربي والعودة من جديد إلى كأس العالم المنتخبات في كرة اليد، والعودة من جديد إلى التوهج. 8-7، فرقة الضيف الرباطي الجيش الملكي. بن طالب إلى حكيمي، خطأ، خطأ، وإيقاف لمدة دقيقتين للاعب بن طالب. طلب يغادر الملعب موقوفا بدقيقتين، اي ب 120 ثانية. 8-7، الفريق الضيف نادي الجيش الملكي على حساب نادي طلبة تطوان مشاهدينا الكرام. محاولة تصويب الكرة من اصدقاء اللاعب نادي الغمري، جميلة ممتازة، محاولة من الجهة اليسرى، تصويبة قوية غلق تماما الزاوية أنور عبد الرحيم لكي يصعب المأمورية على لاعب مسدد في نادي طلبة تطوان. واللاعب عماد أولاد سلامة وجد صعوبة بالغة في تصويب الكرة بشكل محكم بشكل دقيق جدا عندما أغلق الزاوية تماما الحارس الرباطي أنور عبد الرحيم، يؤكد أنه حارس يستحق أن يكون لاعبا دوليا في المنتخب المغربي، لاعب دولي مغربي. التصويبة وهدف جميل، تصويبة قوية نارية سامة باليد اليسرى من لاعب رقم 3 لحسن المخدر، لم تترك ولا فرصة لمحمد العساوي، لتصبح النتيجة سادة الكرام 9-7. في صوب قاطع التصويب القوية جدا تحدث عنها
يعني بشكل مجازي. تصويبة قوية لم تترك ولا فرصة للحارس، وهنا تصويبة قوية من لاعب رقم 7 محمد خرباش من جانب نادي الطلبة، ولكن فشل في هزم الحارس أنور عبد الرحيم 9-7. يشاهد مباراة في المستوى هشام الحكيمي وأقصار يتفهمان بشكل كبير. بن طالب اللعب محوري وموقوف، سيؤثر ذلك على نادي الجيش الملكي. محمد الزهير سدد كرة قوية جدا ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. 9-7 الفريق الضيف للفريق الرباطي. الجيش الملكي 9 طلبة تطوان 7. نحن مباشرة عبر الهواء من القاعة الرياضية طيب البقالي في مدينة تطوان. فرصة محمد الزهير خطأ. 9 أمتار لنادي الجيش الملكي. هشام الحكيمي حول تصويب، تصويبة قوية جدا من محمد الزهير يسد الحارس محمد العساوي. محمد المهير رقم 6، سفيان الشيخ رقم 17، كرة مع بلال. باي باي بلال، مر الكرة إلى زميله وخطأ لمصلحة نادي طلبة تطوان. هل يتدارك الموقف نادي الطلبة؟ ما زال هناك وقت كثير، ما زال هناك وقت كافي للرجوع في النتيجة. حتى الفارق فقط 2 في كرة اليد، ليس بالفارق الكبير. خطأ لنادي طلبة تطوان، خطأ لمصلحة نادي طلبة. كرة مع أصدقاء اللاعب إسماعيل يخلف ورضوان فارس حول تصويب محمد خرباش. تصويبة قوية، هدف جميل، هدف من التونسي أيمن شهلة. هكذا يكون اللاعب الأجنبي، يعطي الإضافة، يمنح الثقة للخط الأمامي، بل يسجل أهداف ولا يكتفي بالتمريرات الحاسمة. هكذا يفعل أيمن شهلة اللاعب التونسي. ما شاهدنا لاعبين تونسيين ينضمون للفرق المغربية ويقدمون الأداء الجيد، بل يضيفون شيء كثير لفرقنا الوطنية. ونعرف على أن الفرقة التونسية توفر على لاعبين مهرة ولاعبين جيدين. محمد الزهير إلى خرباش، عبى الكرة من قبل أصدقاء اللعب هشام الحكيمي. فرصة نادي الطلبة لتعديل النتيجة. تصفيقات من جانب الإطار الفني لنادي طلبة تطوان، الفريق الذي يرغب في أن يعدل النتيجة، في أن يعدل الأوتار، في أن يعدل الأمور. هل سيتمكن نادي طلبة تطوان في ثوان قادمة من تعديل النتيجة؟ هل باستطاعة طلبة تطوان هزم المتصدر؟ نعم، يصعب هزم المتصدر حتى ولو لعب أي فريق في الدوري المغربي في مجموعة الشمال على أرضه وبين جماهيره. فرصة لأصدقاء لعب شهلة والتصويبة، وتمر كرة جانبية. تصويبة قوية من لعب شهلة. محمد بن راجع بلا شك عندما ستأتيه الفرصة لأخذ وقت مستقطع سيطلب من لاعبيه مراقبة هذا اللاعب بشكل كبير جدا. عملية تجفيف المنطقة حتى لا يظل العرق موجودا فيها، عرق اللاعبين، حتى لا تسبب مشكلة لأي لاعب. أجواء جميلة جدا، قاعة رياضية جميلة جدا في تطوان، قاعة الطيب البقالي. دائما تطوان ترحب بضيوفها الرياضيين. المدينة جميلة جدا، وهنا تصويبة. أي تصويبة هاته، أي تصويبة هاته، تصويبة قوية ممتازة جدا تمنح الهدف العاشر. 10-8.
10 مقابل 8. وإيقاف لمدة دقيقتين للاعب رقم 9 محمد الزهير لحركة غير مستحبة في كرة اليد، فلذلك الحكم أوقفه لمدة دقيقتين. نعم الكرة عكسته ولكن في كرة اليد يجب احترام الكل حتى القاعة. هنا المحاولة من أصدقاء لاعب شهلة، محاولة تصويب لاعب رقم 88 بلال باي باي، يحصل الخطأ 10 مقابل 8. الضيوف يتقدمون في النتيجة بفارق هدفين. كرة لمصلحة طلبة تطوان، محاولة تصويب، تصويبة قوية تخدع الحارس بلاي باي باي، يقول لي الفشل في تسجيل الأهداف باي باي، ويسجل هدف التاسع لفريقه 9 مقابل 10. فارق هدف واحد في هذا اللقاء، فارق هدف واحد في هذه المباراة، الفارق غير كبير جدا، فارق هدف قد يدوب في أي لحظة، قد يعاد النتيجة في أي لحظة لنادي طلبة تطوان. هنا الفرصة للفريق العسكري، لكن الكرة فيها خطأ. نعم موجود الخطأ، نادي الجيش الملكي 10 مقابل 9. لن تكون الأمور سهلة على كلا الفريقين. هذا التصويب، دخول المنطقة من إسماعيل العلمي، خطأ لمصلحة نادي طلبة تطوان، فريق الراغب في تعديل النتيجة في الوصول إلى 10 مقابل 10. خطأ 9 أمتار لمصلحة نادي طلبة تطوان. بلال تصويبة قوية يسد الحارس، لا يوجد خطأ داخل منطقة الحارس. أنور عبد الرحيم تدع فرصة على زملاء اللاعب محمد خرباش وعماد أولاد سلامة. 10 مقابل 9 لفريق الضيف الرباطي، نادي الجيش الملكي متقدم بفارق هدف واحد ب10 مقابل 9 في تطوان، في القاعة الرياضية المغطاة الطيب. وهنا فرصة أخرى لمحمد زهير، وهدف لمحمد الزهير. محمد الزهير ينشط في الأداء الهجومي، يسجل هدفا آخر له في هذا اللقاء، يبقى من بين أفضل مسجلي الأهداف لفريقه منذ بداية هذا الموسم الرياضي. اللاعبين الممتازين ولاعب دولي محمد الزهير، لاعبون كثر في نادي الجيش الملكي، يلعبون المنتخب المغربي. تحكيم جيد من السادة مشعيب النص ورشيد بن فقير، حكام طاولة محمد مرحوم ومحمد رحماني. دور جيد لحكام الطاولة في مباريات كرة اليد من دون مباراة عبد الله قديل. هنا رمية جزائية لنادي الطلبة، نادي طلبة تطوان. يأتي الهدف، شهلة، شهلة والكرة في العارضة، شهلة من جديد، جول، شهلة من جديد، هدف، شهلة من جديد، شهلة لا يستسلم، يسجل الهدف العاشر لفريقه، هدف آخر يضاف إلى رصيده التهديفي في هذه المباراة 11 مقابل 10. شهلة، لو كان فريق طلبة تطوان يتوفر على لاعبين مهاريين مثل شهلة لكان متقدما في النتيجة على حساب الجيش الملكي. هنا هدف يسجله بشكل جيد اللاعب إسماعيل العلمي، واحد من أفضل لاعب نادي الجيش الملكي في هذه المباراة وفي المباريات السابقة للفريق، خصوصا في مرحلة الذهاب. كرة مع أصدقاء اللاعب محمد خرباش ورضوان فارس، كرة لخرباش، خرباش تصل الكرة إلى شهلة، شهلة، شهلة إلى خرباش، خرباش، وخطأ لمصلحة نادي الطلبة.
10 مقابل 12 من جديد الفارق هدفين في هذه المباراة. يلعب الفريق القادم من الرباط بشكل جيد على مستوى المنطقة الدفاعية. محمد مراجع يمنح الثقة للاعبين، يشجع لاعبيه، محاولة تصويب وكرة لخرباش، تصويبة قوية من لاعب بلال بايباي، ولكن ضعفت قوة التسديدة بعدما صدمت بأحد مدافعي نادي جيش ملكي. هنا الكرة مع هشام حكيمي، أقصار وإسماعيل عربي، وهدف جميل، هدف جميل بين أرجل حارس محمد العساوي. 10 مقابل 13 في أول مرة في هذه الجولة الثانية يصبح التفوق بفارق 3 أهداف مشاهدينا لنادي الجيش الملكي. 10 مقابل 13 وقت مستقطع يطلبه نادي طلبة تطوان، نتيجة 10 مقابل 13 وربع ساعة على نهاية المباراة. سادة الكرام، هل باستطاعة نادي الجيش الملكي الحصول على الانتصار؟ نعم، باستطاعته أن يحصل الانتصار لوجود انسجام كبير بين خطوطه وتفاهم كبير بين لاعبيه وجدية كبيرة في طريقة لعب على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. عملية تمودع اللاعبين، عملية سد ممرات، عملية غلق المنافذ الدفاعية من أجل الحفاظ على التفوق على التقدم. فالنتيجة مشاهدينا الكرام، كرة اليد تعتمد على أمور معقدة جدا. كرة اليد فيها تكتيك وفيها حس عالي على المستوى الدفاعي على المستوى الهجومي، وأي تركيز يغيب في ثانية واحدة قد يهدم مباراة بأكملها، قد يدفع ذلك الفريق ثمنه غاليا ويخرج خاسرا منهزما متكبدا. هزيمة قد تؤثر عليه في مباريات قادمة. حدث ذلك في كأس العالم، النرويج كانت متأخرة في النتيجة أمام منتخب كرواتيا، أمام منتخب تيمي هرفاتسكا، لكن منتخب النرويج الذي قدمت له الدعوة طرف الاتحاد الدولي لكرة اليد خلق المفاجأة ووصل إلى المباراة النهائية. يلعب أمام منتخب أندياكا، منتخب فرنسا، المنتخب الكبير، المنتخب القوي، المنتخب العملاق، عملاق كرة اليد العالمية، منتخب فرنسا. كرة لمصلحة نادي الطلبة، محاولة للتصويب، تصويبة قوية وهدف من شهلة. أيمن شهلة من جديد هو نجم المباراة في نادي طلبة تطوان، هو نجم المباراة في نادي طلبة تطوان. كرة تصدي وتزل حارس محمد عساوي، اللاعب الأحسن المخنتر. هكذا نريد لاعبين أجانب يمدون العون لخط الهجوم ويقومون بتمريرات حاسمة ويلعبون بجدية كبيرة وينسجمون مع اللاعبين المغاربة ويضيفون الشيء الكثير، بل ويصنعون الفرحة ويصنعون الفارق. 11 مقابل 13، فريق طلبة تطوان لم يقصر في أدائه. شكرا لك يا طلبة تطوان على هذا الأداء الجيد، وشكرا لفريق متصدر اسمه الجيش الملكي. نشاهد مباراة في المستوى من كلا الفريقين، كرة مع فريق طلبة تطوان، كرة مع لاعب بن طالب مسدد، والكرة في العارضة. ضاعت فرصة على فريق الجيش الملكي، فريق الجيش الملكي يضيع فرصة، خطأ واضح في دفاع نادي طلبة تطوان، عدم الاستفادة من الهجمة والتسرع في تمرير الكرة في بعض الأحيان يمينا وشمالا، والتقدم في النتيجة بفريق هدفين. الفريق الضيف
الجيش الملكي محاولة تصويب محمد الزهير الكرة إلى هشام حكيمي والتصويب ولكن هناك رمية جزائية رمية جزائية وإيقاف لمدة دقيقتين لاعب رقم 44 عادل أولاد سالم. إذن رمية جزائية لمصلحة فريق الجيش الملكي واللاعب الذي سوف يسدد ولاعب رقم 3 الأحسن المخنتر باستطاعة الأحسن المخنتر تسجيل هدف أم لا؟ الإجابة في ما بعد التسديدة ما بعد التصويبة تصويبة على الجهات اليسرى من مرمى الحارس محمد عساوي لتصبح النتيجة 11 مقابل 14 فارق 3 أهداف من جديد لمصلحة الفريق الضيف لنادي الجيش الملكي طلبة تطوان 11 الجيش الملكي 14 هل بمقدور الجيش الملكي المحافظة على تقدمه في النتيجة أم أن نادي طلبة تطوان سيخلق المفاجأة ويخرج بالانتصار هذا ما سنتعرف عليه عند صافرة الحكم النهائية وهنا فرصة وضاعت كرة مع أجسار يتقدم أجسار أجسار يطلب الكرة لام علمي لم تمرر له الكرة كرة ملعوبة الأمام والتصويبة ولكن دخول المنطقة نعم دخول المنطقة من قبل اللاعب رقم 5 عزيز أيت أعراب الحارس حارس طلبة تطوان محمد العساوي مجهودات كبيرة من الحارس التطواني مجهودات أكبر من الحارس أنور عبد الرحيم حارس مرمى نادي الجيش الملكي فريق الجيش الملكي يتوفر على تركيبة بشرية جيدة وباستطاعة الفريق أن يصل إلى المباراة النهائية للدوري المغربي لكرة اليد لما لا فريق يستحق كل التنويه والإشادة صدر مجموعة الشمال وباستطاعته الذهاب بعيدا في منافسة الدوري المغربي بل كذلك في منافسة كأس العالم هنا خطأ وهدف يحتسب هدف يحتسب خطأ دفاعي في الجيش الملكي وهدف يسجل 10 مقابل 14 فارق هدفين في هذه المباراة على بعد الآن 11 دقيقة وبضع ثوان مقابل 14 26 هدف في هذه المباراة الشكر الجزيل لكل الإخوة التقنيين الذين اجتهدوا كثيرا في إيصال الصورة والصوت في أفضل حال شكر الجزيل لعمر زبيتن رئيس الوحدة ولكل الطاقم التقني والشركة الوطنية لدعوة التلفزيون المغربي ليسهر على كل صغيرة وكبيرة من أجل إيصال الصورة والصوت في أفضل الأحوال ومخرج مباراة السيد خالد جديد 12 مقابل 15 فارق 3 أهداف في هذه المباراة مشاهدينا الكرام تقدم فريق الرباطي نادي الجيش الملكي 15 مقابل 12 لحساب طلبة تطوان تصويبة قوية من هلال باي باي كل التوفيق للمنتخب المغربي لمنتخب أسود الأطلس في التفوق إن شاء الله على المنتخب المصري وصول المربع الذهبي ومن ثم الفوز على منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل صفر الفوز على منتخب غانا في المباراة النهائية والله إن شاء الله ورشح المغرب غانا في المباراة النهائية وفوز المغرب بهدف مقابل صفر والفوز باللقب الأفريقي للمرة الثانية بعد عام 76 في إثيوبيا والمشاركة إن شاء الله في كأس القارات في صائفة هذه السنة سنة 2017 هناك في
دولة روسيا. ولبنان إن شاء الله تأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018 بحول الله تعالى. 15 مقابل 12 فارق 3 أهداف في هذه المباراة. 15 مقابل 12 فارق 3 أهداف. المهمة صعبة لكنها ليست من المستحيلة في عالم كرة اليد أن تجتهد كثيرا في الحفاظ على الاستماتة الدفاعية والحفاظ على الطراوة البدنية ولعب بشكل جيد على مستوى الهجوم لتسجيل الأهداف وعدم ترك الفريق الضيف الفريق المنافس يسجل عليك الأهداف لتغير نتيجة المباراة. وخطأ وهناك رمية جزائية، رمية جزائية بإمكانها أن تغير أمورا كثيرة إذا ما نجح فريق طلبة تطوان تسجيل هذه الرمية الجزائية والوصول إلى فارق هدفين، تسجيل الهدف 13 في المباراة لفريق طلبة تطوان، الهدف 28 في المباراة. ولما لا هدفين آخرين لتعديل النتيجة ب 15 مقابل 15. قد نشاهد سيناريو مختلف عن ما حدث في الشوط الأول مشاهدينا الكرام أحبتي الأعزاء. 12 مقابل 15 أنور عبد الرحيم في حراسة مرمى نادي الجيش الملكي. هل سوف يسدد الكرة اللاعب أيمن شهلة لاعب التونسي؟ الكرة تمنح للاعب بلال باي باي. بلال باي باي استوجب عليه تسجيل هذا الهدف. بلال باي باي سيسدد. بلال يسدد على يسار حارس أنور عبد الرحيم لتصبح النتيجة 13 مقابل 15. إذن الآن استوجب على نادي طلبة تطوان تحصيل دفاعه والبحث عن تسجيل كرة في المرمى في قادم الثواني، تسجيل هدف في قادم الثواني وعدم قبول أهداف في المرمى. بن طالب مهمة صعبة لكن ليست بالمستحيلة. محاولة من قبل لاعب رقم 7 هشام الحكيمي. الدقائق قسم الأخيرة في هذه المباراة. بن طالب بن طالب يسدد وهدف آخر لنادي الجيش الملكي 13 مقابل 16. يبدو أن فريق الجيش الملكي في طريقه لتحقيق الانتصار إذا ما استمر لتسجيل الأهداف وعدم ارتكاب الأخطاء. وهنا هدف جميل يسجله نادي طلبة تطوان. الرد من مثل يكون سريعا من قبل لاعب رقم 13 سفيان الحران. سفيان الحران يسجل هدفا آخر له في هذا اللقاء والهدف 30 في مجمل أهداف هذه المباراة والهدف 14 لفريقه. 14 مقابل 16 على بعد 6 دقائق. مهمة ممكنة، مهمة ليست بالمستحيلة لنادي طلبة تطوان أجل تحديد نتيجة. 14 مقابل 16 فارق هدفين في هذا اللقاء. هل بإمكان فريق طلبة تطوان تعديل نتيجة؟ هنا الهجمة هل تكون سريعة لنادي طلبة تطوان؟ فرصة سفيان الحران، هذه الفرصة مهمة جدا لنادي طلبة تطوان تسجيل هدف وإلا فالخسارة قد تكون حتمية في هذا اللقاء مع ارتكاب الأخطاء الدفاعية والهجومية. هنا فرصة لتسجيل الهدف ولكن رمية جزائية، رمية جزائية. المباراة ما زال فيها الكثير ما يقال وما يكتب. مباراة فيها أشياء كثير الذي قد نشاهده في هذا اللقاء في قادم الثواني في قادم الدقائق. 14 مقابل 16
شاهد الحارس الثاني يدخل، يدخل الحارس الثاني. إذن محاولة تصويب وهدف يسجله طلبة تطوان، 15-16، هدف من بلال باي باي. بلال باي باي، هذا الهدف كان قد دخل الحارس رقم 12 محمد أهروك، لكنه لم يتمكن من التصدي للرمية الجزائية، وهنا خطأ لمصلحة نادي طلبة نادي قلت الجيش الملكي، لنادي الجيش الملكي للاعب رقم 8 بن طالب إسماعيل العالمي، إلى بن طالب، بن طالب إلى المخنتر، المخنتر إلى بن طالب، بن طالب، بن طالب، هنا الخطأ موجود، نعم الخطأ موجود. تحكيم جيد من رشيد بن فقير وشعب النص، حكمان دوليان حكم مباريات عديدة على المستوى الأفريقي والعربي، وهنا فرصة، خطأ لبن طالب، بن طالب يصنع الفرق من جديد، زهير يسدد، يسد الكرة، الحارس محمد عيساوي، تصدي قد يكون مهم في هذا اللقاء، هل بإمكان نادي طلبة تعديل نتيجة مشاهدي الكرام؟ مباراة فيها تشويق، مباراة فيها ندية، مباراة فيها أمور عديدة قد تحصل في قادم الثواني، في قادم الدقائق، هنا الفرصة للتصويب، والتصويبة قوية، ولكن قبلها هناك صافرة الحكم بوجود خطأ، خطأ 9 أمتار لمصلحة فريق الطلبة، الفريق الطلبة، فريق طلبة تطوان، حاول التصويب والتميرة، خطأ موجود، خطأ لمصلحة طلبة تطوان. الدقائق 3 الأخيرة في هذا اللقاء مشاهدينا، الأخطاء كثرت والإثارة ازدادت والتشويق ازداد مشاهدينا الكرام، هل يفعلها طلبة تطوان ويخرج بالانتصار في مباراة مهمة جدا بالنسبة له؟ هنا محاولة تصويب، كرة تصويبة، هدف التعادل، يأتي هدف التعادل عن طريق من؟ سفيان الشيخ، سفيان الشيخ، والتعادل على بعد دقيقتين وبضع ثوان، 16-16، التعادل في هذا اللقاء ما بين طلبة تطوان والجيش الملكي، هل يفعلها التطوانيون ويخرجون بالانتصار ويدونون في الأسبوع 12 انتصارا على حساب المتصدر الجيش الملكي؟ إذن خطأ، خطأ، وهناك وقت مستقطع يطلب محمد بن راجع، نعم، لأن فريق الجيش الملكي دفاعه تراجع كثيرا مع ارتكابه لأخطاء عديدة ومع عدم تسجيل الأهداف على مستوى خط هجومه، طلب وقتا مستقطعا على بعد دقيقتين وتقريبا 28 ثانية، الإثارة موجودة والتشويق ازداد وكبرت أحلام فريق المغرب، قلت فريق طلبة تطوان في أن يسجل الانتصار، في بعض الأحيان أقول المغرب التطواني، والله قد نرى في قادم السنوات فريق المغرب التطواني يلعب في الدوري المغربي الأول لكرة اليد، من يدري؟ 16-16 على بعد دقيقتين و28 ثانية، من يخرج فائزا في هذا اللقاء؟ من يتغلب على الآخر؟ من يهزم الآخر؟ هل باستطاعة الجيش الملكي أن يحقق الانتصار فيما هو قادم من الثواني؟ هل بإمكان نادي طلبة تطوان تحقيق الانتصار ولو، ولو في هذا اللقاء؟ نعم، ولكن أن تنتصر على المتصدر طلبة تطوان حتى ولو خسرت هذه المباراة، يعني ألف تحية لك لأنك قدمت أداء جيدا أمام المتصدر، أداء لم تقدمينه بشكل جيد، لم يقدمه بشكل جيد نادي طلبة تطوان في المباراة السابقة، لكن أداء جيد، أفضل مباراة لنادي طلبة تطوان منذ بداية الموسم. الجيش الملكي عنده فرصة، السيل الهدف 17، 30 هدفا سجلت في 58 دقيقة الماضية مشاهدين على بعد دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، على نهاية 60 دقيقة، إذا فرصة لنادي الجيش الملكي، فرصة وخطأ، 9 أمتار، 9 أمتار
كرة مع حكيمي، حكيمي لبن طالب، بن طالب وإسماعيل، وهدف لنادي الجيش الملكي. هو الهدف 17 عن طريق لاعب إسماعيل العلمي، 17 مقابل 16. يستوجب الآن أن يرد بالمثل الفريق التطواني ويعاد النتيجة إذا ما أراد أن يخرج على الأقل بالتعادل في هذه المباراة. 17 مقابل 16، المتصدر متفوق. وطلبة تطوان يحاول تعديل الأوتار، الطلبة يحاولون تعديل النتيجة، ومحاولة للتصويب ورمية جزائية تطوانية، رمية جزائية تطوانية هل تمنح التعادل من جديد في هذا اللقاء؟ الكل اجتهد في هذه المباراة، الجيش الملكي بلاعبيها وطلبة تطوان بلاعبيها. بلال باي باي، بلال، بلال سيسدد، بلال، بلال يسدد، بلال، جول لبلال، هدف لبلال، 17 مقابل 17 هي الثواني الأخيرة، هل يفعل الجيش الملكي ويخطف الانتصار من قلب مدينة تطوان في قاعة الطيب بقالي؟ هل يسجل الانتصار طلبة تطوان بعد إضاعة فرصة من قبل الجيش الملكي؟ هل تنتهي المباراة بالتعادل؟ هي الثواني الأخيرة، 35 ثانية أخيرة، هل يأتي هدف الانتصار للجيش الملكي؟ محاولة من أصدقاء بن طالب، وخطأ، وخطأ لنادي الجيش الملكي، خطأ لأصدقاء إسماعيل العلمي. كرة مع بن طالب، بن طالب محاولة للتصويب، كرة مع الخنتر ومحاولة تصويب، تصويبة، جول للجيش الملكي عبر اللاعب رقم 5. إنه اللاعب عزيز أيت عرب، عزيز أيت عرب. ووقت مستقطع يطلب مدرب نادي طلبة تطوان، 17 مقابل 18. أي تشويق هذا، أي إثارة هاته. لكن قبل تشويق وإثارة مباراة مصر والمغرب في كرة القدم، تشويق في كرة اليد في الدوري المغربي ما بين فريقي طلبة تطوان والجيش الملكي. الفريقان لم يقصر في هذا اللقاء، الفريقان اجتهدا كثيرا في هذه المباراة، الفريقان لعبا مباراة جيدة ومباراة جميلة، هذه الحقيقة. إذن طلبة تطوان مطالبة الآن بتعديل النتيجة، بتسجيل الهدف 36 في مجمل أهداف هذا اللقاء، بتسجيل الهدف 18 لها في هذا اللقاء. الطلبة التطوانيون مطالبون بتسجيل هدف، وإلا فالخسارة ستكون حتمية في هذا اللقاء. مشاهدين الكرام، أحبة الرياضيين، أحبة المشاهدين، هي مباراة فيها قيل وقال حول من يخرج فائزا في هذا اللقاء. الآن التفوق الفريق الضعيف الرباطي، الجيش الملكي بفريق هدف واحد، 18 مقابل 17، فرصة لنادي تطوان، لنادي الطلبة، بإمكان لاعب شهلة تسجيل الهدف. كرة مع باي باي، باي باي وفرصة، وضيع الفرصة لنادي طلبة تطوان، والتصويبة، وهدف لنادي الجيش الملكي عبر الأحسن المخنتر، ويفوز الجيش الملكي في المباراة ب 19 مقابل 17، فارق هدفين في هذا اللقاء. ألف ألف مبروك لنادي الجيش الملكي بالفوز بهذه المباراة في الأسبوع 12، واحد أوفر لنادي طلبة تطوان. نعم كانت هناك أهداف في هذا اللقاء وندية وتشويق كبير سادة الكرام. نعم الجيش الملكي فاز بفارق هدفين ب 19 مقابل 17، نادي طلبة تطوان لم يقصر، أداؤه كان جيدا، الجيش الملكي استحق الانتصار. وتحية ما بين لاعبي الفريقين. مشاهدينا الكرام، نهاية أحداث المباراة، كان معكم في تعليق الأحداث هذا اللقاء معلقكم ومحدثكم وصفكم الرياضي زهير رامي. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.